ما معنى دفع إلي كل السلطان ما في السماوات وما على الأرض؟ دي قالها السيد المسيح قبل ما يصعد على طول في يعني في آخر في متى 28 في آخر دفع إلي كل السلطان، يعني دلوقتي بقى أنا على وشك فترة الانتهاء تنتهي وصل للسماء، كل السلطان مدفوع للابن، يعني الابن أصبح هو اللي بيمارس هذا السلطان، أو كما يقول القديس أثناسيوس إن الآب بيمارس أعماله بواسطة الابن، يعني الآب يخلق لكن يمارس الخلق بواسطة الابن، هذا الذي خلقت به كل شيء. الآب يدين العالم ويمارس الدينونة بواسطة الابن. فدفع إلي كل السلطان، يعني بيقول التلاميذ إن دلوقتي أنا مش مجرد إنسان حسب الجسد، أنا دلوقتي ليا كل السلطان.